تتابعون في نشرتنا أيضا: نيجير فان بارزاني يقول السلام العالمي في خطر والاعتدال سبيل لحل مشاكل العراق والمنطقة. وكردستان ترغب الاستفادة من التجربة اليابانية بتطوير البنية التحتية الاقتصادية. البرهان يصدر مرسوماً لرفع حالة الطوارئ في عموم السودان، وزيلينسكي في شرقي البلاد، ويقيل رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف. والشرطة الأمريكية توقف زوج نانسي بيلوسي لتسببه بحادث سير. ونفوق حوت أحدب بعد محاولة إنقاذ استمرت 3 أيام قبالة سواحل فالنسيا.